وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يتجدد اللقاء مع دقائق القراءات الأدائية ومع باب وقف حمزة وهشام على الهمز. في كلمة دفء وملء مثلا عندنا النقل مع السكون المحض، دف مل دف مل، وعندنا أيضا النقل مع الروم، دف 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 مل مل مل، وعندنا أيضا النقل مع الإشمام، دف 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 مل مل مل، هكذا مع إشارة بالشفتين. ونتناول مسألة أخرى في اللقاء القادم، لكن طبعا إذا كانت مفتوحة مثل الخب نخرج الخبأ، نخرج منها وجه الإشمام. كلمة المرء، المرء بين المرء وزوجه، نحذف منها وجه، نحذف منها وجه الإشمام، يعني يصير المر 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 المر، سكون محض وروم، لكن ليس فيها إشمام. الخب لا فيها روم ولا فيها إشمام، الخب بس فقط. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.